كل قريه تتبع لفصيل وعامله امبراطوريه وقطاع لحاله. من كل قريه عم بريف افريم كل فصيل عامله امبراطوريه بتروح بتشوف القرى بانين مثل عاملين قلعه. رجعونا لزمن القطاعيه، لزمن الغوات. الناس عندهم عبيد، نحن كعرب وكرد اكثر الناس متضررين، يعني كشعب. نحن اليوم كشعب بدنا شيء واحد فقط، كرامتنا ما تنهان من اي عنصر. بدنا المدينه تستلمها مدنيين يديروها، مجتمع مدني. بدنا كف يد الفصائل علينا، انا كمدني وعربي اكثر من ثلاث مرات انهنت وانضربت من قبل الفصائل. هل استطيع اليوم قلق انا تحميني بعد ما تروح من قول او اي شخص حكى الحقيقه تحميني؟ هل لديكم القدره اليوم كاتلاف؟ سؤال واحد، ليش الشعب ما بيحبكم؟ فقط السياسيين اللي بتحبكم، ولا واحد من الشعب بيحبكم.